في ماتش السوبر المصري مع الاهلي والزمالك لما كنا في مكان في الامارات لما الاهلي كان بيلعب مع الزمالك فالزمالك هو اللي اتقدم الاول وكده فكنا قاعدين في كنا احنا واصحابنا كلنا كنا قاعدين في الكافيه وكده فلما تعادلنا بضربه جزاء برده من ضربتين جزاء لعبد الله السعيد ولما جبنا جون في الاخر اكيد كنا فرحنا ومن الماتشات المهمه اللي الواحد حضرها يعني الاهلي والزمالك ماتش الاهلي والزمالك اخر الدوري لما كنا ان شاء الله كنا ناخد الدوري من غير هزيمه وجبنا فيهم جونين وليد سليمان وجونيور في اخر ده صراحة ساعتها كان ليه طعم خاص عشان احنا كنا واخدنا الدوري وكان انجاز عظيم ان احنا ناخد الدوري من غير هزيمه طبعا على منافسك طول عمرك الزمالك وان شاء الله نكررها يوم 30 ان شاء الله وهنحتل صداره الدوري والاهلي لما بيركب ما بيزيلش والله ذكريات كثيره انا من محبي طبعا من ليبيا ومن محبي الاهلي المصري بعشقه كثير كثير وبحبه كثير وبشاهد مبارياته ولكن من اجمل المباريات اللي شاهدتها بصراحه لما كان الاهلي هو اللي كسب على الزمالك 6-1 كانت مباراه كبيره وذكريات معها جميله جدا 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 وبصراحه الاهلي هو الكره المصريه يعني لما بقول الاهلي يعني بقول الكره المصريه واحد لواحد بيبو بشير اهم مباراه ذكرى ليا 6-1 ساعد بيبو حط تقريبا 4 تجوان تقريبا احلى نضف ماتش اتفرجت عليه كان بتاع 6-1 يعني ماتش من اول دقيقه لاخر دقيقه او ماتش 3-2 بتاع الدوري السنه اللي فاتت اللي جاب جيران جاي ووليد سليمان ومؤمن زكريا في ماتش عمري ما انساه اللي هو ماتش الكاس اللي هو 2007 تمام لما الزمالك الاهلي فاز فيه 4-3 واحنا خدنا وكان اصلا تقريبا كان نهائي كاس واحنا وصلنا للنهائي ساعتها فالماتش ده عمره ما يتنسي من ذاكره اي اهلاوي فهو عمره ما يتنسي عماد متعب ابو تريكه جونين بتوع حسام حسني في الوقت بدل ضايع في الاكسترا تايم وماتش الاهلي والزمالك 4-3 لما كنا مغلوبين وبعد كده ابو تريكه اتعادل وبعد كده نزل كابتن اسامه حسني جاب الثالث والرابع وكسبناهم ماتش 6-1 ده بالذات يعني ماتش كان ممكن نقدر نكسب اكتر من كده كمان ممكن نكسب 10 20 الماتش كان مفتوح بطريقه فظيعه بيبو تقريبا جاب 4 تجوان تقريبا بيبو كير